مليار ريال هي أرصدة السعوديات النائمة، والعرفج في آخر أخبار الصحف والمقالات معلقا بطريقته الساخرة، وهو أيضا يأتي كعامل معرفة في هذه الحلقة. مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقت، وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال اكثر تعليقا، اضافه المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه نتابع. المقال الاكثر قراءه من صحيفه عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان وفجاه اصبح الحق على اثيوبيا، يقول فجاه اصبح الاثيوبيون هم الخطر الاكبر على المجتمع، هكذا وبكل براءة العالم تم اختزال قضية المقيمين غير النظاميين في جنسية واحدة. لم يتساءل أحد كيف دخلوا بهذه الأعداد الهائلة، ولم يفكر مخلوق واحد في كيفية بقائهم كل هذه السنوات في بطون الجبال وفي كل الشوارع الخلفية للمدن الرئيسية. أذكر أنني قبل عدة سنوات تلقيت رسالة عجيبة غريبة من أحد القراء الكرام يقترح فيها إقامة سور عازل على الحدود من أجل الحفاظ على الجنس العربي. بالطبع لم يرق لي هذا الطرح العنصري البغيض، ولكنها أشغلتني كثيرا لأنني شعرت بأننا سنكون قريبا أمام مشكلة يصعب حلها. برغم ثقتي بأن فيلم فوبيا الأثيوبيين سوف تنتهي بعد أسبوع واحد فقط، حيث ستتجاهل جميع الأطراف المشكلة وكأنها غير موجودة، فإنني سوف أتمسك بخيط الأمل البسيط لعل وعسى أن نجد مخرجا لظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة. ويختم الحربي يجب أن ندرك بأن التضييق على المقيمين الشرعيين في البلاد في كل إجراءاتهم اليومية، وكذلك التضييق على المواطنين الذين يبحثون عن عمالة بطرق نظامية، لن تكون له نتيجة سوى ازدهار سوق العمالة غير النظامية. أما عمليات التسلل عبر الحدود فلا بد من اعتماد سبل حديثة ومتطورة للحد منها بقدر الإمكان، لأن كل بلد غني يجاور بلدانا فقيرة عليه أن يستعد جيدا لمواجهة هذه الظاهرة، وإلا فإنه سيفاجأ بوجودهم في قلب العاصمة. وكل مفاجأة وأنتم بألف خير. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة الوطن للكاتبة حليمة مظفر بعنوان أهل العلا على العين والرأس. العتب على قدر المحبة، فمنذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء الماضي الذي نشرت فيه مقالي اللقيط وأبدان تصلي وقلوبها لا تصلي، وصلتني احتجاجات بعض أهالي العلا عبر حسابي في تويتر ورسائل إلكترونية، وكم أشكرهم على احتجاجهم وتواصلهم. أقول لأهل العلا أنتم على العين والرأس، والمقال أبدا لم يكن ينتقد العلا ولا أهلها الذين لهم معزة كبيرة عندي. ربما لا يعرف بعضهم أن أكثر من كتب في الصحافة عددا من المقالات عن العلا وأثارها ومدائن صالح ونافح عنها وطالب باستثمارها وبفتح مطار بها هي صاحبة هذه الزاوية. اعتذاري ليس لمجرد إرضاء أهل العلا، بل لأني اكتشفت عدم صحة الخبر الذي نقلته الصحف الإلكترونية. فقد هاتفني مشكورا الأستاذ حامد سليمان من أبناء العلا صباح الأربعاء وأخبرني أن المصلين صلوا على الطفل اللقيط ولم يمتنعوا. وتختم مظفر أحببت أن أوضح ما عرفته عن حقيقة القصة من مصدرها، مع التأكيد أن ما تناولته في مقالي السابق لم يكن انتقادا أبدا لأهل العلا الذين هم من أهل الخير والصلاح، إنما هو انتقاد لقسوة بعض القلوب ممن يوجدون في أي مكان. فكم من أبدان تصلي وقلوبها لا تصلي، تحولت لديهم الصلاة لعادة لا عبادة. التعليق الأبرز جاء من القارئ إحسان المطلق، يقول بارك الله فيك، كم يكون الإنسان كبيرا عندما يتراجع عن معلومة وصلت بالغلط، وهذا دليل مصداقيتك الصحفية وسمو نفسك، ونحن أبناء العلا نعلم مقدار محبتك للعلا ولا نعتبرك إلا من أهلها.
المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الرياض للكاتب راشد الفوزان بعنوان أرصدة تصل إلى 375 بليون ريال. يقول: هذه أرصدة نسائية لدينا لسيدات أعمال وغيرهن، أرصدة مجمدة أو راكدة بالبنوك، وهذا لا يعني أنها مشكلة كبيرة، فلا يعني أن تكون كل الأموال متحركة أو مستثمرة، ولكن المثير واللافت للنظر حيث تكون بأرقام كبيرة جدا. كما هي الحالة الآن، فأرصدة تصل بمقدار 375 بليون ريال لا تستثمر. هذا يعني أن يكون هناك خلل إما اقتصادي أو بذهن من يملك هذا المال، والغالب هي مزيج بين اقتصاد لا يجد مجالا لفرص الاستثمار كما يجب. وينبغي أيضا الغياب للمرأة عن فكر الاستثمار، ولا أعمم أنهن لا يملكن فكرا استثماريا، فلا شك لدي بقدرة المرأة بالفكر الاستثماري حين تتاح لها الفرص والتجربة والتسهيلات وتمنع العقبات، فما الذي سيمنعها من النجاح رغم ظروف مجتمعنا الصعبة لعمل المرأة في مجال الاستثمار كما هو الرجل؟ دول العالم تبحث عن السيولة النقدية وتقترض وتتحمل تكاليف باهظة الثمن في هذا الجانب، ونحن لدينا هذه السيولة العالية. وأيضا حتى الرجل هناك أرصدة أيضا مجمدة، لكن لا يقارن بمعدل المرأة، فنحن نفتقد هنا للفرصة البديلة، أي أن نضع المال في استثمار عوضا أن لا يستثمر، ونحقق منه عائدا ونموا ومكاسب. وهكذا يختم الفوزان بقوله: هذه هي المنهجية الاقتصادية الصحيحة والحقيقية المفترض العمل عليها، فنحن لا نستثمر أموالنا التي بين أيدينا، وهذا خطأ كبير وجسيم جدا، يجب أن نعيد النظر به أين الخلل. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، الهاشتاج الأنشط عند المغردين والمغردات، وأيضا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان هاجد، الذي يفسر سبب انتشار مفسري الأحلام مؤخرا. من الهاشتاجات الأكثر نشاطاً، هاشتاج 100 مليون دولار للفلبين. إذ كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالله المجدوعي عن ارتفاع في التبادل التجاري بين المملكة والفلبين، وصل إلى أكثر من 13 مليار و900 مليون ريال في العام 2011، مقابل 10 مليارات و200 مليون في العام السابق. وفي العام 2011 بلغت الواردات السعودية من الفلبين إلى حوالي 800 مليون ريال. وقال المجدوعي خلال استقباله وفد تجاري رفيع المستوى ترأسه سفير الفلبين بالرياض تاغو عز الدين أمس بمقر الغرفة بالدمام، أنه وفقا للإحصاءات الأخيرة بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الفلبين 13 مليار و100 مليون ريال. فقد أكد المجدوعي على أهمية التعاون في مجال الزراعة قائلا: إن ذلك مستمر منذ بدأت المملكة بالاستثمار في العديد من البلدان لزراعة المنتجات الزراعية في إطار برنامجها للأمن الغذائي. من الهاشتاجات الأكثر نشاطا، معرض الرياض الدولي للكتاب. إذ انطلقت اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2013 الذي ستستمر فعالياته لعشرة أيام مقبلة، وتحل المملكة المغربية ضيفا على المعرض في دورته الحالية، ويشتمل على أكثر من مليون عنوان كتاب ورقي وإلكتروني تشمل مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى عشرة مؤلفين سعوديين يتم تكريمهم في حفل الافتتاح بجائزة الوزارة للكتاب، وتكريم آخر لرواد الإعلام السعوديين المتوفين. من الفيديوهات الأكثر تداولاً، حلثة الجوال من برنامج حبتين بريشة الرسام عبدالله جابر. ها
أيضا نتابع أخبار المملكة العربية السعودية، ولكن كما عودناكم يوميا بالأرقام وليس بالكلام. مئتي منتحل لصفة المحاماة في السعودية، والنظر في أكثر من 10 حالات سنويا أمام القضاء. 20% نسبة الارتفاع في أسعار عبوات المياه في خطوة فاجأت بها السوق المحلية ابتداء من أول مارس الجاري. 15 سعودية يتصدرن قائمة أقوى نساء العرب في 2013. 200 قاضي يعينهم مجلس القضاء سنوياً ويستعين بالجامعات لتكملة نقص القضاة. 5 جهات تلاحق الدكاكين الوهمية وتتوعد حاملي شهادات الوجاهة. 4000 شكوى وبلاغ تلقتهم جمعية حماية المستهلك خلال عام 2012. أيضا رح نكمل مع عنواناه في البداية، لكن سنتوقف الآن مع فاصل ثم نعود بعد قليل. بلغت الأرصدة المجمدة المملوكة للنساء أو الغير متحركة للنساء السعوديات في المصارف السعودية بحسب مجلس الغرف التجارية الصناعية 100 مليار دولار، يعني 375 مليار ريال، فيما بلغ حجم الإنفاق النسائي 75 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تمثل فيه المرأة 20% من العمالة الوطنية و4 من إجمالي العمالة في المملكة وفق تقارير نشرت أخيرا. وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36,000 سجل تجاري، تمثل 4.7% من عدد السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية. لمناقشة هذا الموضوع يسرني رحب معي في الاستوديو بالكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ فادي العجاجي، كما ستنضم لنا من استديوهاتنا في جدة الكاتبة الاقتصادية في صحيفة الشرق الأستاذة ريم أسعد. أهلا وسهلا بك أستاذ فادي، شكرا على حضورك. مساء الخير عليك. على ماذا تدل هذه المبالغ المجمدة؟ إيش أبرز المؤشرات اللي تعطينا؟ لماذا هي مجمدة؟ ماذا نعني بذلك؟ هل أنت يعني مع هذا الرقم منك تشوف انه مبالغه؟ لا، اول حقيقه اول شيء انا عجبني استطرادك في التقديم لما قلت مجمده ثم قلت لا غير مستخدمه. فعلا كلمه مجمد لما يكون الرصيد مجمد بامر قضائي او كذا، لكنه هو مش تجميد، هو يمكن ارصده راكده. واذا نظرنا احنا الى هيكل الاقتصاد كله نجد انه البيانات الرسميه علشان نقف نعرف ونقدر الحجم هذا هل هو مبالغ فيها ولا نجد مثلا أنه عندنا البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد تقول عندي 133 مليار ريال هذه نقود بأيدي الأفراد سائلة في محافظهم وفي الصناديق، وذا يتم فيها عملية التداول بالنقد. عندنا تقريبا حدود 750 مليار ريال هذا حسابات تحت الطلب، يعني العميل متى ما حرر شيك أو أمر دفع أو طلب تحويل المبلغ فهو يعني يستطيع أنه يسحب المبلغ بالبنك لأنه يمتلكه ويحيزه. والمجموع الرقمين هما 887، هذول يعطوني عرض النقود بمفهومه الضيق اللي هو تقريبا درجة سيولة الاقتصاد. هذه فلوس تقدر تشتري فيها في أي لحظة في أي وقت، وإذا أضفت لها الودائع الزمنية والإدخارية، هذه الودائع المجمدة اللي العملاء يتركونها أو يأخذون على أساس أنه يتم التعاقد مع البنك على أساس أنه يأخذ عليها فوائد معينة، هذه حجمها 324 مليار حتى نهاية 2012، يعني فأقل من الرقم المذكور في فيما يتعلق بالأرصدة. طبعا هذه الأرصدة ليست كلها لإفراد، أفراد وشركات وغيره، حتى بعض الجهات
الجهات الحكومية. فلما نجي حنا القضية الأرصدة الراكدة هنا ما نستخدم العبارة هذه أو نستخدم حنا الكور ديبوزيت فاليو أو الرصيد اللي هم اللي نسميها الحسابات الجارية الأساسية. هذه البنك أحيانا إذا كانت عنده وديعة زمنية أنت أودعتها لمدة 6 شهور يستطيع التصرف فيها خلال 6 شهور لأنك لن تستطيع سحبها، لكن إذا كان حساب جاري عندك وأنت يدري البنك أنه في أي لحظة أنك ممكن تحسبه تسحبه وتستخدمه، البنك عادة يكون عنده نسبة يعرف أنها دائما مستمرة معه، ما يتم عملية عليها عملية السحب أو التداول، فتصير هذه الكور وهي أقل من الرقم هذا بكثير. بالإضافة إذا نظرنا حنا من ناحية ثانية إلى نظام المدفوعات السعودي سريع، نجد أنه حجمه إذا استثنينا القطاع المصرفي وأخذنا فقط العملاء ما يتم كل عمليات التحويل التي تتم في الاقتصاد في 2012 وصلت إلى 4 تريليون. طبعا أنا الآن عندي الرصيد السائل أقل من التريليون الواحد، وبالتالي عملية تدوير هالمبلغ هذا دار أكثر من مرة حتى وصل إلى يعني تقريبا حدود من 5 إلى 6 مرات حتى وصل إلى 4 تريليون. وبالتالي صعب تقدير تحديد الأرصدة الراكدة، وأيضا أصعب أيضا قضية الفصل بين قضية الأرصدة للنساء وللرجال، يظل هذا الرقم اللي نسميه roughly speaking يعني رقم تقريبي يعني رقم طيب. تنظيري. نعم ما أدري جدة معنا الأستاذ ريم. طيب ما الذي يعني خلى حتى لو افترض أن هذا الرقم أقل يعني مثلا ما هو منطقي، ولكن في نفس الوقت استثمارات المرأة في المملكة العربية السعودية أقل من الرجل، ما هي أبرز المعوقات أمام المرأة حتى يعني اللي خلتها أقل استثمارا من الرجل؟ طيب أو استثماراتها في يعني أنماط محدودة من صحيح. الإشكالية اللي يعاني منها خصوصا الأفراد موجودة سواء الرجال أو النساء، يعانون من أحيانا ضعف قنوات الاستثمار، وبالتالي أحيانا خصوصا لما تكون الأرصدة يعني منخفضة شوي قليلة يصعب استثمارها فيها العقار، يصعب استثمارها السوق المالية، أحيانا تكون يعني الظروف تختلف من وقت إلى آخر وقد تكون فيه درجة من المخاطرة، وبالتالي هناك صعوبة يواجهها الأفراد بشكل عام. النساء تحديدا يمكن بشكل أكبر، ولكن ليس لوجود عوائق نظامية موجودة، بل بالعكس يعني الأنظمة والجهات الحكومية تعمل على إزالة بعض العوائق الإجرائية اللي ما زالت قائمة الآن في كثير من الحالات. كثير من الجهات الحكومية بدأنا يعني نلاحظ خلال السنتين الماضيتين يكون في تحرك أكبر حول قضية فتح فروع مخصصة للنساء، يعني تسهيل معاملات النساء، لكن يظل الحاجز النفسي موجود في المجتمع، يظل مشكلة المرأة وحاجتها أحيانا في المجتمع للرجل في قائمة، وبالتالي درجة مرونتها وتحركها واتخاذ قرارها ما يكون بالسرعة اللي يتمتع فيها الرجل. ويمكن هذه أكبر عوائق تواجه السيدات الأعمال بشكل عام، لكن هناك نماذج حققت نجاحات عجز عنها الرجال في تحقيق في مسألة فيما يتعلق بوجود استثمارات واستثمارات ناجحة يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه مع الوقت الإقدام، مسألة الإقدام وعملية عدم الركون إلى بعض القنوات اللي متعلقة مثلا في عقار وغيره وطرق مشاريع يعني البلد في حاجة لها. المرأة ستجد نفسها في كثير يعني خصوصا يعني كثير من الصناعات المتعلقة باستهلاك المرأة، لأن المرأة هي الأكثر قدرة على فهم أيضا السوق الموجود في السوق المحلية، خصوصا ما يتعلق بالحاجات النسائية من ملابس وغيره للخدمات اللي يحتاجها البلد كثيرة، والمجالات والفرص في القطاع التجاري متاحة. لكن أيضا يعني بعيد عن هذا، هل البنوك تعطي نفس التسهيلات للمرأة مثل الرجل سواء مشاريع كبيرة أو صغيرة؟
حسب علمي أنه الجنس ليس محل يعني للمفاضلة أو المقارنة، بل بالعكس يعني حتى أنه إذا أخذناها حتى في القروض مثلا أنهم دائما البنوك تفضل المرأة يعني أكثر من تفضيلها يعني للتعامل مع الرجال، لأنها تجد سهولة أكثر في التعامل معها. فأنا ما أشوف أنه في يعني من ناحية القطاع المصرفي يتعاملوا مع سيدات الأعمال أنه في تمييز ضد المرأة، بل بالعكس يمكن أنهم يعني أكثر مرونة لأنها يمكن درجة المخاطرة أقل في كثير من الحالات. ليش أقل؟ المرأة يعني في هالمجتمع يعني التزامها أقوى في كثير من الحالات، والبنوك تدرك هذا الشيء يعني. والله شوف الالتزام مدري ريم أسعد تأخرت علينا في هذا نمط الالتزام. أستاذ ريم أهلا وسهلا فيك. ما أنت دوبكم تقولون جاهز جدا. بسم الله عليكم، فاصل ونعود. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن الحسابات الراكده او الغير مستخدمه حتى نكون ادق للسعوديات والتي قدرت 100 مليار دولار. ضيفي العزيز في الاستوديو هنا الاستاذ فادي العجاجي الكاتب والمحلل الاقتصادي، وتنضم لنا من جده كما ذكرت لكم من البدايه لكن تاخرت علينا عن وقت بدايه البرنامج او بدايه الفقره، الكاتبه في صحيفه الشرق استاذ ريم اسعد. استاذ ريم اهلا وسهلا بك، كنا نتمنى تكوني معنا من بداية البرنامج حتى يعني تعلقين على كثير من الأشياء اللي قالها الأستاذ فادي. اليوم لما نتحدث عن هذا الرقم، أعتذر إن شاء الله المرة الجاية. نعم، اليوم لما نتحدث إحنا عن هذا الرقم، أنت تتفقين معاه تشوفينه منطقي ولا يعني زايد شوي؟ لأنه مثلا الأستاذ فادي يقول إنه الرقم مبالغ فيه، في نفس الوقت لو تخيلنا أنه الرقم غير مبالغ فيه أو أقل مما يعني نشر، ما هي المعوقات التي تقف عائق أمام المرأة السعودية استثماريا وتجعل يعني تجعل مثل هذه الفكرة موجودة بعكس الرجل؟ أول شيء خلينا نقتطع عبارة بعكس الرجل، لأنه أعتقد أن المعوقات الاستثمارية في البلاد عندنا متعددة، ربما خاصة للمرأة، لكن هي ايضا موجوده حتى في وجه الاستثمارات اللي هي الرجاليه. لو يعني لا بس احنا خلينا في المراه لانه الرجل تشبعنا واحنا نحكي فيه، فخلينا نشوف الارصده ليش معطله وايش العوائق. يعني العوائق طبعا يعني اول شيء لازم نفحص او ننظر الى هذه الارقام بشكل يعني مايكروسكوبي اكثر شويه. اليوم لما نقول 100 مليار او حتى 50 مليار دولار هي طبعا مبالغ ضخمة، لكنها لا تكفي أنها تقوم الاقتصاد أو تحدث يعني شغل كبير في الاقتصاد. أهم شيء أنه نعرف هل المبالغ هذه موزعة بشكل يعني متناغم في الاقتصاد، هل هي مثلا مبالغ متراكمة من شريحة واسعة من المواطنات، أم هي مبالغ يعني لشريحة جدا صغيرة 10% مثلا وجاءت عن طريق إرث، ويعني لشريحة اللي هم الأثرياء جدا تفرق. لأنه لو كانت الشريحة هذه اللي هي تملك أكبر 90 أو 80% من هذه المبالغ، فمعناته عندنا عائق كبير جدا، ربما تنظيمي أو مجتمعي أو في الأغلب أنه حيكون تنظيمي يجدر أنه نحن ننظر إليه ونعالجه. لكن لو كانت المبالغ هذه تراكمات لشريحة كبيرة من المواطنات العاملات وغير العاملات، فهنا الوضع يختلف تماما، لأنه أصلا القنوات الاستثمارية اللي عندنا إلى حد كبير ضئيلة. طبعا السيدات من المعروف أنه استثمارهم في الصناعة على سبيل المثال، والتي هي تعتبر capital intensive أو هي يعني مستهلكة لرأس المال، استثمارات ضعيفة جدا لأسباب متعددة ونحن نعرفها وتنطبق على الرجال كما على النساء. استثمارات عندنا لو في أسواق المال مثل ما عندك أنت غير الأراضي العقار و أسواق الأسهم، ونفس المشاكل اللي هي تواجه المرأة نفسها اللي تواجه الرجل، ربما طبعا المرأة أكثر لأيضا القواعد التنظيمية وحضورها في المحاكم وكتابة العدل و
فالكثير منهن يتجهن للتجارة اللي هي تجارة نسائية مثلا ربما الملابس أو استثمارها في الذهب أو في الأسهم. فأنت لو تيجي تنظر بشكل تشريحي هتحصل أنه في تكدس لكثير من الأموال أو نسبة كبيرة من الأموال في قطاعات ضيقة. طيب أستاذ ريم، يعني الآن لما نقول العوائق اللي ذكرتها مرتبطة بالمحاكم أو إلى آخره، وأنت شرحتي الموضوع كيف من هذه الفئات اللي ممكن تدخر أو تعمل، أو لماذا المرأة السعودية كأنه في حاجز نفسي من الاستثمار خارج المملكة؟ طبعا أكيد في سيدات مستثمرين لكن ليسوا بالعدد المطلوب، حتى أنه تأتيهم دعوات من دول كثيرة للاستثمار ولكن لا يلبون هذه الدعوات. من خبرتي الكثير من المواطنين لا يفضل الاستثمار خارج المملكة لعدم التعرض لفارق العملة. طبعا في بعضهم يقول لك انه لا انا ما افقه في الاستثمار خارج المملكه ولا اجيده ولا افضل الاستثمار فيما لا اجيده. ايضا يقول لك فارق العمله، يعني انا ما افضل اني انا احول اموالي من ريال السعودي، افضل اني اخليها بالعمله المحليه في حال ما اني احتجتها، تكون الفلوس قريبه علي واقرب لي. ويعني بس فارق العمله احيانا يكون مفيد في بعض في بعض البزنس، يعني أحيانا، لكنه يظل مضاربي، يظل أمر مضاربي ويظل أمر عالي المخاطر استثماريا، وبالتالي يعزف عنه الكثيرون. طيب احنا عندنا وهذا استثمار. طبعا شيء نحن ما نشجع عليه. عندنا استثمار ما نشجع عليه في حال انعدام الخبرة. عندنا استثمار احنا بسيط، سولو بريك ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن الحسابات المعطله او الغير المستخدمه للسعوديات. ارحب بضيوفي الاعزاء الاستاذ فهد العجاجي والاستاذ ريم اسعد. استاذ فهد، تختلف وتتفق مع الاستاذ ريم؟ والله فيما يتعلق هي شرحت قالت يعني حتى هذه الحسابات لمن، وهذا ايضا مهم وهذا أكيد، وبالتالي إحنا نعرف وموقنين بقضية مهمة إنه درجة السيولة في الاقتصاد السعودي عالية جدا على المستوى الكلي، ولكن قد يعني نختلف في قضية هل هي متركزة عند فئات وطبقات معينة أو قضية في الشركات، ماذا عن الأفراد وماذا عن حصة الأفراد، وهل الأفراد فعلا يعانون من يعني من أزمات في السيولة؟ لا شك انه احنا الحقيقه بدينا نلاحظ يمكن المشكله من 2007 تقريبا، بدينا نلاحظ انه في تكدس، يعني كانت في البدايه كانت صفوف الانتظار على مكائن الصرف مع بدايه اول شهر امر طبيعي لاستلام الراتب وعلى السلع الكماليه، لكن بدينا نلاحظ انه في السلع الاساسيه أنه يكون فيه عملية زحام مع بداية كل شهر، خصوصا في عامي 2007 و2008، وبالتالي هذا يعطيك إنديكيتر مؤشر على أنه هناك مشكلة سيولة يعاني منها الأفراد ولا يعاني منها الاقتصاد على المستوى الكلي. لكننا يعني في 2009 يعني يمكننا قلت حدتها، في 2011 تحديدا تغيرت كثير من المؤشرات، وجدنا مثلا النقود المتداولة يعني في الاقتصاد ارتفعت بنسبة 25%، نسبة مرتفعة، وفي 2012 نسبة الزيادة 11%، نمت من 95 مليار إلى 113 مليار أو 119 مليار ثم إلى 133 مليار، وكانت القرارات الحكومية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وبرفع قضية تثبيت بدل الغلاء المعيشة، وهذا اللي خلى السلم العام للحكومي ارتفع بنسبة تتجاوز 15%، في المتوسط وصل 26% على مستوى موظفي الدولة. طبعا الدرجات الدنيا استفادت أكثر وبدأت زيادة يعني في الرواتب وصلت إلى 74%، وفي المراتب العليا قلت وصلت إلى 19%، بس بالمتوسط كانت نسبة الزيادة تصل إلى 26% بدخل الأفراد، وهذا أثر أيضا على نمو حتى القروض الاستهلاكية في الفترة السنوات الأخيرة، بدأت يعني بدينا نلاحظ فيها نمو ونمو كبير، فتحسنت وضع السيولة بجزئية معينة، أنه بالإضافة إلى أنه
المجتمع وعي وتنظيمه بشكل عام لميزانية الأسرة أصبح أكثر يعني مقاومة لرفع الأسعار، أكثر تنظيم، أكثر دقة في تحديد الاحتياجات يعني، وبالتالي يضاف إلى ذلك أيضا ارتفاع في التوظيف الحكومي يعني من 2009 إلى يعني نهاية 2012. طيب ماذا عن التقارير اللي ممكن تصدر بكرة عن موضوع البطالة اللي كنا نتحدث عنها في فترة الفاصل؟ هل لها علاقة بهذه الأرقام؟ لا، هو مشكلة معدل البطالة مرتبط بوجود عمالة أجنبية كبيرة، وبالتالي هذا يرتبط بقضية شيء مهم جدا سواء لسيدات الأعمال الاقتصاد ككل وتحديدا لسيدات الأعمال. الفرص التجارية المتاحة محدودة جدا بسبب التساهل في منح التراخيص. لا بس يعني معلي عشان الوقت شوي، وأنا أبغى أيضا أستاذ ريم تعطيني رأيها في هذا الموضوع، لكن أبدأ معك الحين. لماذا لا أرى سيدة أعمال سعودية موجودة عندها في شركات تطوير العقاري مثلا طالما أن تستثمر وتشوف أنه ملاذ آمن؟ ما أشوف في موضوع الصناعة يعني غير تكاد تكون غير موجودة. ما نشوفهم حتى يعني أحيانا في الاستشارات، حتى أحيانا الاستشارات المالية، حتى في الاستشارات القانونية. ما السبب؟ هو هذه هل السبب يعود لشخصية المرأة أو إنه أو البيروقراطية أو الأنظمة التي أساسا لا تسمح أو لا هو أو أنها تسمح ولكن في النهاية لا تسمح، بمعنى إنه في صعوبة؟ أولا في جانب نفسي، في جانب اجتماعي، في عوائق كثيرة من اللي أنت تكلمت فيها وبعضها حل، ولكن أيضا الحل في الوقت الحالي يعني يحتاج إلى وقت حتى ينعكس، لأنه كثير من الأنشطة اللي أنت تكلمت عنها لها عمق تاريخي، لها امتداد تاريخي، وبالتالي الرجل موجود في كل هالقطاعات هذه الموجودة، وبالتالي دخول المرأة يحتاج إلى وقت حتى. طيب المجتمع، خليني أسمع رأي الأستاذ ريم. أستاذ ريم، طيب يعني أنا أتفق مع الأستاذ فادي أنه طبعا بعض هذه القطاعات يعني لها جذور مجتمعية، بس أنا عندي تحفظ على بعض القطاعات اللي ذكرتها أخ علي. نحن مشكلتنا أنه القطاعات اللي بتدخل فيها المرأة ليست قطاعات كابيتال، هيومن كابيتال انتنسيف، بمعنى غير مستهلكة لرأس المال البشري. بمعنى اليوم أنت عندك قطاع السياحة على سبيل المثال، قطاع مغيب تماما. هذا قطاع السياحة والترفيه، صناعة الترفيه إجمالا، الانترتينمنت اندستري، من القطاعات اللي هي تمتص رأس مال بشري بشكل كبير. صحيح. فاليوم لما نيجي نحل مشكلة بطالة، السيدات تتراوح ما بين 28 إلى 30% من إجمالي القوى العاملة لا تعمل فيها بطالة. إذن اليوم عندك قطاعات مغيبة تماما، الصناعة والسياحة والترفيه هي من القطاعات اللي هي تمتص رأس مال بشري أو تمتص عمالة كتير يعني بشكل مكثف. هذه غير موجودة من الأساس. يعني أنت أضفتي قطاع في مجال الاستشارات العقارية. نعم أضفتي قطاع ما قلته أنا، بس فعلا صحيح، لأنه خصوصا قطاع السياحي. يعني لو قطاع زي التطوير العقاري اليوم، إحنا مشكلتنا أنه قاعدين بنحاول نحل المشكلة بالمعطيات الموجودة. اليوم أنا عندي معطى موجود اللي هو قطاع التطوير العقاري، لأن عندنا أراضي وعندنا يعني نوعا ما الأراضي على خفيف المعرفة. على خفيف يا أستاذ، لكن هي فين الأراضي أساسا؟ لا بس خلينا نيجي نقول اليوم قطاع التطوير العقاري كم سيمتص من نسبة البطالة أساسا؟ وهل السيدات تعليمهم مؤهل لهذا الشيء؟ هل نحتاج وحدة تعرف رياضيات وتعرف مثلا مساحة الأرض و هل نحتاج مهندسات وما إلى ذلك؟ فأنت اليوم تحتاج قطاع أو قطاعين أو ثلاثة تمتص نسبة البطالة بشكل مكثف ولا تحتاج إلى درجة عالية من التعليم، لأنه اليوم أنت عندك إقبال كبير، وبالتالي أكثر من نصف خريجات الجامعة خريجين الجامعة من السيد من النساء. طيب هذول إيش حيسووا؟ لازم إنه نبدأ، يعني أنا ما أطالب بالحد من دخول الجامعات، ولكني أطالب بالتفكير في بدائل أخرى. يعني اليوم حتى خريجات الثانوي والمعاهد التقنية لازم أن يكون عندهم بدائل وخيارات، يعني خلق مخرجات لا تتفق لازم المخرجات، لازم يكون البديل الوحيد لكل طيب. سيدة هي الدخول الجامعة. نعم عشان الوقت، بس أنت تختلف أو تتفق مع موضوع 28% النسبة اللي ذكرتها السذرين؟ والله والمعلن لا شك أنه التوظيف في السعودية للنساء منخفض جدا. في التعداد الاقتصادي الشامل اللي أجرته مصلحة الإحصاءات في 2010
يقول انه عدد السيدات في كل في القطاع الخاص والعام والمنشآت التي لا تستهدف الربح، يعني باستثناء القطاع الحكومي والقطاع الاجنبي مثل السفارات وغيره، عددهم ما يتجاوز 103,000 او 104,000 سيده، عدد قليل جدا مقارنه يعني بالنسبه للسعوديين. يعني توجد يعني امراه عامله مقابل 10، مقابل كل 9، يعني من كل 10 عاملين واحدة سعودية فقط مقابل 9 سعوديين. أما بالنسبة للأجانب فيوجد امرأة مقابل 43 سيدة، وبالتالي فرصة المرأة في العمل لا زالت تواجه فيها عوائق، يعني وكثير منها يعني بعضها تنظيمية واجتماعية، والمنافسة ليست من الرجل فقط، ولكن أي المنافسة الأقوى هي من العمالة الأجنبية. كثير طيب. من القطاعات المربحة لسيدات الأعمال والموفرة لفرص وظيفية للجنسين يعني يمكن أن فرصها قليلة بسبب زيادة العمل الأجنبي. نعم وقت انتهى، شكرا لك أستاذ فادي العجاجي على المشاركة. أستاذ ريم أسعد شكرا لك الحقيقة، سعداء جدا أن كنت معنا في هلا، وإن شاء الله نشوفك في حلقات شكرا. مقبلة شكرا لك. إذن راح نروح فاصل ونعود ونعود لكم بعد قليل مع عامل المعرفة أحمد العرفج، يعلق ساخرا على أحداث وأخبار وسواليف أيضا. أهلا وسهلا بكم في فقرتنا كل يوم ثلاثاء مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. اليوم راح نمر على كثير من الأخبار، وراح نحتفي اليوم ونتحدث عن كاتب الأستاذ خالد الفاضلي الذي ستحدث عنه أيضا أنا شخصيا كتجربة، وأيضا عندنا كمشة من المقاطع اللي فيها ترح وقليل فرح وقليل من الترح. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. يا هلا والله. يبدو لي ثبتت أنت الثوب الأسود. لا والله هذا ثوب ثاني. بس نفس هذا. نفس الستايل ما يسبح اليوم. مبروك جايك هدايا يبدو لي. أي والله الحمد لله. نهل عرعر ساعة وسبحة وقلم. جو بعد الأمسية قدموا لي، ما هم مثلكم بس تعطونا شاهي. نعطيك فلوس في راتب. طيب بس كثروا الراتب وبعدين الشاهي ترى جاب لنا الشاهي بالله يفكونا من العرفج. يعني خلك أنت على طول مده هنا. أهلا وسهلا فيك. هلا والله. الحمد لله على السلامة، أنت عدت من جدة. نعم. نبدأ بأخبارنا. أول خبر نزاهة في صحة القريات، بدلات بلا عمل، سيارات رسمية للاستعمال الشخصي. والله شوف نزاهة الحقيقة أنها فكرة جيدة، لكن أنا صحيفة الشرق. نعم ملاحظتي على أول شيء رئيسها أنه استهلك نفسه كثيرا في الإعلام وفي المحاضرات، ويوم أمسية هنا ويوم كلام هنا. الشيء الثاني، أنت لما تكون مريض دائما عندك زكمة وعندك سرطان، بأيهما تبدأ؟ تبدأ بالسرطان لأنه هو الأقوى وهو المؤثر. يعني مثل هذه القضايا استخدام سيارات خارج الدوام وكذا، ما أعتقد أنها تستحق الجهد، وإن كانت هي فساد في الأخير، لكن هناك ما هو أهم في اللغة العربية، هناك مهم وهناك أهم، فلنبدأ بالأهم ثم ننتقل للمهم. يعني هذه بس تعليقي على الفقرة في سطر واحد. أنا ما أبغى أتكلم عن النزاهة ولا هي مكافحة الفساد أبدا. لماذا؟ لأني شكلي أنا صرت المحاور الآن. لا 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 تعرف أنا خايف تمر الأيام وتصير كلمة النزاهة ليس من اسمها نصيب، ليس لها من اسمها نصيب ولا، فشيء مزعج. يعني الغريب أنه كان في صراع بين الأمانة والنزاهة. نعم دائما صراع يعني هذا من الأشياء الخصوصية السعودية. أنا والله شوف أنا كانت الآمال معلقة مكافحة الفساد والنزاهة وكذا، وبعدين كأنك وزيد ما غزيت. لا انتهت على مثل كذا سيارات ولا هندي سارق حمام فرنجي ولا لا، وبعدين شفت المسؤول إذا انشغل بالنفي. نعم أعرف أن الليلة هم الآن صار في صراع مع الإعلام، هم لو يشتغلون بعيدا عن الإعلام يمكن أفضل. والله هم لو يشتغلون بعيد ولا قريب الإعلام، ترى الإعلام مو مشكلة. صحيح صحيح. إيه الإعلام مش بالعكس، يعني تعرف الإعلام زي إيش؟ الإعلام الحقيقي. نعم. زي المعارضة عندما تصوب أداء الموالاة. صحيح بالضبط، يعني سهلة المسألة. صحيح. بس هم يروحون أساسا الثلاثيات والاثنينات أكثر من ما يجون. نعم أحسنت. ما علينا، نروح لخبر الشرق. هذا خبر تصريح لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة للشرق، التشهير بأصحاب الشهادات الوهمية غير جائز، وسنمنع المدونة التي تعرض أسماء. يعني
هذا يعني كل تقدير لوزير الثقافة والإعلام، لأن أنا أحبه شخصيا، يعني هذا موضوع ثاني. هذا التصريح استفز كثير من الناس، تعليقك عليه؟ أولا أنا شاركك وشاطرك التقدير لمعالي الوزير، وهو شاعر ورقيق ومبدع وسفير، ولكن مثل هذا التصريح هو أقرب إلى لغة المفتي، جائز وغير جائز. بعدين هو هنا يهدد أنه سنغلق أي مدونة، أيضا أنه ما المانع أن تتكلم عن الشهادات الوهمية، يعني بقت يعني صفت المسألة على هذه النقطة. أيضا يجب أن نفرق بين الشهادات، هناك 4 أنواع من الشهادات. هناك شهادة بالمراسلة وهي معترف فيها عالميا، وإن كانت لا تقرها وزارة التربية وزارة التعليم العالي. هناك الشهادات الجامعات الوهمية، وهناك شهادات الجامعات الغير معترف فيها. مثلا أنت لو درست إعلام في إكسفورد لا تعترف فيها وزارة التعليم العالي، لكن الجامعة معترف فيها. وهناك أيضا المزورة، وهي التي تم القبض على أصحاب واحد شخص في القصيم يقوم بالممارسة، اللي هو ما أحد درس شهادة بختم بطبع. أحسنت. يعني هنا مسألة تشهير، أنا لا أدري لماذا لا يكون في لجنة فعلا علمية. هو لو طرح مع الوزير طرح فكرة أنه تشكل لجنة ويبت في هذا الأمر، لأنه هناك يعني في الخبر هناك أعضاء مجلس شورى، هناك رجال أعمال، هناك شو اسمه إعلاميين تطوير ذات. لكن أنا أشوف أي أحد زور شهادة مفروض وهو ماخذ منصب مفروض يشهر فيه. أحسنت. يشهر فيه هذا بلد، هذا مو بفوضى. لكن خليني أعطيك فكرة من طريقة عامل المعرفة. أنا عمري ما لاحظت أحد يزور شهادة في الهندسة النووية أو مثلا في قيادة الطائرات لأنها تكشف الأشياء. لماذا لا نزور شهادة اللي في تفسير الأحلام، تطوير الذات، اللغة، الأدب، الشعر، الإعلام، لأنها مهن خرقاء ممكن اختراقها بسهولة. أنا أتذكر تصريح للأمير بندر بن سلطان، قالوا له ليش أنت يعني درست طيران، قيادة الطيران؟ قال لأنه هذه مهنة الناس يشوفوني وأنا أعمل فيها، لكن لو أخذت دراسة دكتوراه في مثلا في الأدب والشعر يمكن يشك في الموضوع. لكن هنا المهن الحرفية لا أحد يلعب. أنت الحين تشوف أحد يلعب في الكهرباء، ما في أحد، لكن ممكن واحد فنان يتحول إلى داعية، وداعي يتحول إلى فنان، يتناقل بين المهن. لكن في الكهرباء ما حد يلعب، لأن الكهرباء تنتقل بنفسها، لو لمست السلك بالخطأ نفضك وصرت جثة هامدة. الله لا ينفضنا لفطاعته. نعم. عموما أنا الحقيقة أتمنى من وزير الثقافة والإعلام إعادة النظر في هذا الموضوع، لأنه ليس من مصلحة البلد أن نتكتم على ناس. يا أخي أعطوني ذا الكاميرا، أنا أبغى هذه بالله، أعطنيها. يعني وين قاعدين هم؟ أنا أتمنى من وزير الثقافة والإعلام إنه هذا يعيد النظر في هذا الملف، لأنه لا يخدم الوطن أن نخلي ناس في مناصب زوروا شهادات ونستر عليهم. هذا لا ينبغي. وأنا بقول لك يعني أنا اللي زعلني مثلا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس صاروا يهاجمون وزير الثقافة والإعلام وهو خريج أعرق الجامعات وشهادته صحيح واتهمه، يقولون مدام قال كذا أجركوا، وهذا غير منطقي. فأنا أتمنى من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة إعادة النظر في هذا التصريح، ونكون كلنا سوا في فضح كل واحد ماخذ منصب وزور شهادة. بس للمعلومية هو تخرج من نفس الجامعة اللي تخرجت منها، هذه الجامعة اللي تخرجوا منها أغلبهم وزراء إعلام، فمن الآن ضبط علاقتك معي ممكن يكون وزير. أنا أريد مضبط فقط. جامعة برمنغهام تخرج منها سعيد بن طفل العجمي، وتخرج منها الدكتور عبد العزيز خوجة، فأنا الثالث ممكن أكون وزير إعلام. نعم. فأجيبوا الشاهي عشان الشاهي موجود. طيب. بس شوف أنت دائما كره، أنت مزفلة حلقك ترى، عرفت يعني تشربوا يعني كأنك ما علينا. الروح لعكاظ بن منيع لعكاظ، اختلاط معرض الكتاب غير مقصود ولا بأس بتسوق الرجال والنساء. هناك من يرى بأنه رأي تقدمي ومبني على يعني أصل شرعي واستحسنه كثير من الناس. في ناس لم يعجبها هذا الرأي واعتبروه أنه يعني تبسيط الأمور من الشيخ بن منيع. أنت تعليقك؟ والله أنا شوف، أنا العراق هذا لا يعنيني، أنا إنسان أشتغل في اللغة وعامل معرفة. أنا عجبني أنواع الاختلاط، في اختلاط محرم، في اختلاط عارض، في اختلاط واقف، في اختلاط هذا غير مقصود. هذه أول مرة أسمع اختلاط غير مقصود، وإنه جاء عفوي، وأحيي الشيخ على تصريحه، وهو الحقيقة شجاع، لأنه المعرض يجب أن يكون مصدر من مصادر الترفيه رغم تحفظي ومقاطعتي للمعرض، لكن هو مصدر من مصادر الترفيه، بالذات أننا نتسابق على شراء الكتب دون قراءتها. أنت بتروح المعرض؟ لا. ليش مقاطع المعرض؟ والله ما أحتاجه يا سيدي، هو زحام، يجون الناس المؤلفين عشان يتصورون مع المعجبين والمعجبات وما أدري. أنا هذه ما تلزمني الأشياء دي، مشغول فيما هو أهم. طيب إذا طلبتك تروح؟ لا أنت ما رد لك طلب يا أبو سعد، بس أرجو أنك ما تطلبني، لا تستغل يعني إذا صار حبيبك عسل أتلحظ. أنت كف الحين مجهديني بهالحلقة هذه، ما أقدر أروح وأجي إلا أرجع. إيه؟ عامل زي البس الرابي، كل ما روح ترجعوني، كل ما روح ترجعوني. إذا تبغى تتحدث عندك موقف أنت معرض الكتاب.
ليس هناك موقف، أنا بس أريد أن فك الاختناقات أنه ينوع. يعني مثلا هم يقولون دائما أنه كل العالم، لا مو كل العالم أبدا، في المغرب يقام في الرباط ويقام في مراكش ويقام في كازابلانكا ويقام في عدة، ما المانع يا سيدي، ما المانع أنه يقام؟ أنت الآن تزحم الطرق تزحم الطائرات أصلا أوريدي ما في حجوزات فتصعب الناس، لماذا لا؟ أو أنه تكثف شركات الدليفري بحيث أنك أنت تشوف الكتب موجودة وتحط تشتري الكتاب ويوصلك. وأعتقد في كم شركة الآن بدأت، لكن ما زالت الناس لا تثق بهذه الشركات. طيب أيضا في خبر شاب، هذا في صحيفة اليوم، شاب يشتكي للهيئة فتاة هددته بنشر صوره، يعني معكوس الموضوع. معكوس، هذا التهديد المعكوس هذا يذكرني في المثال حق الإعلام اللي دائما أنت تتبدر العض كلب الرجل هلكون، إن الكلب إذا عض رجل هذا مو خبر، إن الرجل إذا، هذا هو الخبر الآن. لأنه أصبح تهديد الفتيات أصبح شيء مشاع، إنه فتاة تهدد شاب هذا تهديد عكسي، وهو خبر لافت للنظر أيضا ومضحك أيضا. 15,000 عائد من الابتعاث بلا عمل. أيوة، تذكر يا أبو سعد حنا دائما نركز على التخطيط. التخطيط، أنت الآن لما يكون عندك دخلك 12,000 ريال وعندك أجار بيت 6,000 وكذا، توزعه وأن عدة الشهور عند الله 12 شهر توزعه. إحنا الآن مع الأسف مشروع الابتعاث مشروع جبار وجميل، ولكن يجب أن تفكر أيضا بهؤلاء الخريجين عندما يعودون. والآن هم قبل يذهبون كانت المشكلة بسيطة، عندما يعودون تصير مشكلة مركبة، لأنه أنت الآن علمته وأصبح واعي وفاهم ويطالب بحقوقه. يجب أن استيعاب الخريجين مباشرة من عودتهم يجد الكرسي جاهز. أيضا يجب أنه ما يكون الابتعاث إلا في مناطق يحتاجها سوق العمل، أما تروح تجيب لي واحد في دكتوراه في الشعر الشعبي، احنا ناقصنا شعر شعبي. أنت اللي ترفع حصاد طلع من تحت شعر شعبي. عندك مشكلة مع الشعر الشعبي؟ لا 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 لا، أنت كتبت شعر شعبي؟ كتبت بس عطنا بيت. والله توعدنا بلا موعد عبرنا في حكي عابر، وفجأة في ثواني الوقت لقيتك دفتر أشعاري. يعني هذه مراهقات لا تفضحنا عند الناس. جميل. طيب طلعنا شاعر من الكرسي. طيب نروح لإطاحة بماذون يزور عقود أنكحة بين سعوديين وأجنبيات. يعني الأسبوع الماضي أبو سعد كان في أيضا خبر في الصحف كلها أنه التحقيق مع فساد في مؤذنين و أئمة وكذا على أشياء إدارية. والآن أنا اللي أقصد أنه ليس هناك شخص محمي من الفساد، كل الناس مهيئين للفساد، يجب أن يكون هناك قانون يحمي الناس، القانون هو اللي يحمي. أما تقول هذا فيه خير وهذا من أهل الصلاح، هذا كلام ما يمكن أبدا تطبيقه في القرن 21. عندنا نظام يطبق على الجميع، ما أذون أنكح يزور أش تقول، لأنه نشكك في ذمم الناس، لكن لازم يكون هناك نظام. يعني ما أذون أنكح إذا أصدر قرار أو أصدر عقد نكاح يجب أن يكون في هيئة تصدقه، وإذا كان صحيح تجيزه أو لا. طيب في خبر أيضا في الاقتصادية، ربما أي الاقتصادية، وقف العنصرية والنعرات القبلية في القنوات الشعبية. طبعا يتحدث لصحيفة الاقتصادية الدكتور راشد الكثيري ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية للشورى عن سياسة إعلامية ستدرس تحت قبة الشورى قريبا لدحض وقف العنصرية والنعرات القبلية في السعودية التي بدأت تظهر في القنوات الشعبية أمام الملأ في الآونة الأخيرة، واستطرد يعني في الحديث عن ذلك. كيف شخصيتي؟ لما مرتب. مرتبة أيوة. أعتقد أنه هذه القنوات الشعبية أصبحت ميدان لإثارة النعرات، مع الأسف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه اثنتان باقيتان في أمتي لن تقوم الساعة، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. مسألة الطعن هذه لا يمكن تلغيها، ولكن ممكن ضبطها وخنقها والتقليص منها. القنوات الشعبية مع الأسف أصبحت ميادين للهمز واللمس وللنعرات القبلية، ونحن لا نحتاج مزيدا من الصراعات، يكفي ما عندنا من الاختناقات المرورية والاختناقات في الوظائف والاختناقات في الشوارع، لا نريد مزيدا من الاختناقات أيضا في النعرات. نحن نسيج الحمد لله سعودي كامل، كلنا مواطنون تحت ظل الوطنية تحت ظل المواطن، نحن كلنا أخوان. طيب رح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مع عامل المعرفه الدكتور احمد العرفج، تحدثنا عن اكثر موضوع، تحدث عن مصادره 37 اسد وفهد دخلت بطريقه غير نظاميه. هذه
الهيئة العامة للحياة الفطرية تعليقك. والله يشوف يعني هو الحقيقة أنه مصادرة الأسد والفهد 37 يعني البلد فيها آلاف الناس، مئات الآلاف غير يعني مقيمين إقامة غير نظامية، وحنا تسلطنا. أنا لو اتصلوا علي والله خليتهم على كفالتي هذول، لأنه يعني هذا في الأخير أسد ولا لا؟ أسد الغابة يعني، حتى ما هي من الزواحف، ما هي مثلا ضب ولا فار ولا نعجة، لا هذا أسد وفهد. لو أدري حلتهم على كفالتي. إيش السبب إنهم صادروهم؟ خلوهم يا أخي في البرية، يعني ما شاء الله صحراء أنا شاسعة واسعة. أقرأ لك شغلة. وأكد أنه من المفترض عدم تسليم مالك شبل الأسد إليه، خاصة أنه لم يخضع صاحبه لتحقيق مصادرة هذا الحيوان الذي تهدد حياة الناس وروع العاملين وكسر الأنظمة البلدية تربية حيوان مفترس مهدد بالانقراض داخل حي سكني. هذا كله أسد. لا، هذا اللي رباه الظاهر. وأشار إلى أن مالك الأسد ارتكب بحق الحيوان جريمة بتقليم أظافره. يعني هو شوف في شغلات جيدة وشغلات غير جيدة. بس يا أخي لي صديق في ينبع داعيني عنده نمر، يقول تعال بصورك مع النمر حبيبنا فهد أبو غيث. فأنا والله يجي لازم أبلغ عنه أنه مربي، لازم أبلغ عنه. لا بس يمكن مو لا ما هو بقص أظافره. طيب نروح إلى بريدة وهاني الظاهري. طبعا هذا الموضوع الحقيقة الأعزاء في بريدة غضبوا غضب شديد من العنوان اللي كتب في صحيفة الشرق تطهير بريدة، وهناك من فند وهناك من قال المسألة لا تحتاج لهذا الغضب، في ناس قال لا تستحق هذا الغضب. اليوم راح نتكلم مع دكتور أحمد العرفج عن هذا الموضوع، وراح ناخذ مقال أيضا هاني الظاهري ومقال أيضا آخر. سلطان المهوس من صحيفة عاجل. نعم سلطان المهوس وهاني الظاهري. وأيضا من المصادفات الجميلة دكتور أحمد أنك أنت من أهل بريدة. نعم. فبالتالي يعني آرائك راح تكون يعني مقبولة لديهم إن شاء الله. أنا يعني من بريدة لكن قلبي متشظي داخل الوطن، يعني قلبي نصفه في جدة ونصفه في الدمام، مقطع زي بس خلصت النصف. كوكتيل هذه مش نص، نصف النصف. يعني تقسم إلى كم مدينة عندنا في السعودية؟ 40 مدينة على 40 قطعة، فهو مقسم. أنا أنتمي لبريدة لكني أنتمي أيضا للسعودية كلها. سكنت في الحجاز وترعرعت فيه. الحقيقة أنه أنا أعتقد أن الموضوع كان فيه احتقان شديد من الأطراف كلها. يعني هو لو جاء التصريح، هذا التصريح مصطلح تطهير، لو جاء في غير هذا الوقت، أو خلينا نقول الوقت كان فيه الناس مرتقية وهادية، لمر مرور السحاب. الأخ هاني الظاهري رصد كلمة التطهير، قال أنها وردت في تطهير البيت الحرام، استخدمت أيضا في تطهير مدينة الرس أيام الإرهابيين، استخدم في حملة تطهير أحياء الرياض من العمال مخاطر العمال السائبة، استخدم أيضا في أكثر من مكان، والآن في بريدة. الله عز وجل يقول وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هاني كان يحاول أنه يعني يأخذ طرف. الصديق أيضا رئيس تحرير عاجل سلطان المهوس أخذ طرف وكتب عنوان بريدة تاريخ يصفع عرابجة الإعلام. لاحظ أنه كل العنوانين فيها شد. الأخ هاني يقول تطهير جزر الواقواق، والأخ سلطان يقول. أنا أقول أنه يجب أن نحسن الظن في الأطراف كلها. يعني هي في الأخير قد تكون غلطة محرر في الصياغة، وانت اشتغلت في الإعلام يا أبو سعد تعرف أنه دائما تحصل حتى على مستوى رؤساء دول يخطون في العناوين. أعتقد أنه كان المصطلح يمكن يكون موفق فيه، لكن يجب أن نحسن الظن. الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان على صحيفة الشرق أن تقدم اعتذار في اليوم الثاني توضح؟ أنت سرقت الكلام من فمي فلا تسرق مرة ثانية حتى لا أقطع يدك. أعتقد شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمس لأخيك 70 عذر، إحنا ما التمسنا ولا نص عذر. أنا كان عتبي أيضا على الشرق لو فردت صفحة كاملة، هم كانوا يريدون الاعتذار أهل بريدة، ولازم مدام فهموها الناس هناك بهذه الحساسية من حقك أنك صفحة كاملة نعتذر على أهل بريدة بهذا المصطلح، ونقول أنه تم مثلا إخماد أو إلقاء القبض أو أي عبارة تكون لائقة. فاللي أتمناه من الطرفين من كل الأطراف أنهم يحسنون الظن في بعض ويأتوا إلى منطقة الوسط، يعني بيني وبينك يأتون هنا. نلتمس طيب. العذر هنا ونلتمس طيب. العذر. بننتقل لكاتب اليوم أستاذ خالد الفاضلي. أول شيء خليني أنا أتكلم عن أستاذ خالد الفاضلي، كاتب في صحيفة الحياة وهو صحفي قدير مر على الصحف كثيرة سواء داخل السعودية أو خارجها. أنا بالنسبة لي كعلي خالد الفاضلي من الناس أنا اللي تعلمت منهم في الصحافة، وله الحقيقة فضل، فله مني كل الحب والتقدير.
وأنا أستمتع كثيرا عندما أقرأ فيتشر لقصة خبرية لخالد الفاضل لأنه ممتع وجذاب جدا ومهني وحتى أيضا في الخبر وفي المقال. الآن أترك لك الحديث دكتور. شوف يا سيدي، بالنسبة لخالد أنا أتفق معك كما قلت، لكن خلينا دائما أول شيء نعرف بهذه الفقرة، هي مجرد إلقاء شمعة بسيطة على كاتب كبير حتى الناس تتعرف عليه. ثانيا عندما نذكر بعض المثالب أو العيوب لا يعني أنه ذا، لكن من فرمات الفقرة هي لازم تكون أنت تأتي بالحسنات والسيئات. فلنبدأ بالسيئات لأنه إن الحسنات يذهبن السيئات. خالد لغته ممتازة ولكن هناك مشكلة لديه في الإملاء وضعف بسيط في النحو والصرف. الصرف يعني تصريف الكلمات بدل المشروع. في الإملاء كيف في الإملاء؟ يعني في الإملاء لو كتب لك بدون تصحيح المقالات، وأنا استقيت المعلومة منه ترى. لا لا لا، أنت حاكم لخالد الفاضلي. طيب. إذا شفت مقاله. طيب طيب. مع كذا أنت راح نحاكم كل الشعب ترى. طيب طيب طيب. لا بس ترى العلمك استأذنته بالكلمة هذه وافق. إيه بس لا أنا لازم أدافع عن. طيب خالد. أبشر أبشر. خالد طبعا يكره المكاتب والجدران ولبس البشت، وهذه أحد مشاكل خالد، لأنه لبس البشت ترى قصدي إنه كاتب يجيد التلميع، هو ما يجيد تلميع أحد، ويكره المكاتب، لذلك دائما تجده في مقهاه عامر أنه يجلس في المقهى ويكتب كل مقالاته. خالد يجيد كل أنواع الكتابة ما شاء الله، وهذه أحد مشاكله أيضا. يجيد مثلا الكتابة بنكهة الروعة، يكتب يمكن في السعودية من القلائل اللي يكتب بروفايل وجه، يحط علي العلياني كذا ويرسم مسيرة علي يختصرها في 10 أسطر مسيرة كاملة. يكتب تعرف يكتب للصحف ومجلات، معد يستطيع أن يعد، يستطيع أن يراسل، يستطيع أن يرسم خارطة برنامج كاملة. هذه كلها السمات العامة لش اسمه لخالد. لكن خلينا ندخل في صلب موضوعات خالد. خالد لا يتكلم عن الشأن العام لكنه يوحي برسم الشأن العام. مثلا أعطيك مثال، هو لا يكتب عن غلاء الأراضي ولا يكتب عن أسعار الموت، إنما يكتب مقال جميل كله رومانسية يقول أتمنى أحتاج أمتلك بيتا ملكا، فيكتب ويمهرب لك أسعار الأسمنت وأسعار الأراضي ومدري، في طريقة ذكية. هو لا يشتكي، هو يرسم. نعم. بلوحة. نعم. أي بلوحة لسه لدي المزيد. أيضا برشاقة غزال دائما خالد يتكلم ويقول أنا حقير. لما تشوف أنا حقير في روح فلسفة جميلة، يقول أنا حقير ولكن لست وحدي. تفهم إيش معنى الحقارة؟ يقول لك نحن يلي الآن جيل اللي تعدتنا الطفرة لن أعمل في حياة شيء يستحق الخربة. تافه ثم بعد ذلك يا ليتك تقرا البروغراف ده يا ابو سعد. انا حقير لم اعمل في حياتي شيئا يعني يستحق الافتخار به، بين هلالين تافه ساسقط من شجره الحياه قريبا كورقه تجف على غصن في مزرعه مهجوره. ركضت خلال 30 عام من دون توقف من اجل الحياه لا ذل فيها، فانتهيت الى مواصفات متكامله لرجل هامشي، فليس بقدرتي علاج امي او زوجتي ولا توظيف اخواني واخواتي على رغم شهاداتهم الجامعية اللوكولومبوسية، عشان نسبة اللوكولومبوسية نسبة إلى أنها شهادات حقيقية. ولم أمتلك بيتا أو سيارة، وأنام منذ 30 عام في وضع هزاز مديون. ويسترسل طبعا بعد أعلاه. لا كمل البرغراف الثاني. أعلاه ليست شكوى منفردة. أيوة. فثمت مئات الألاف يشبهون نتيجة انعدام شمولية التأمين الطبي، رداءة التعليم، محدودية الوظائف الحكومية، جشع تجاري وصناعي يعشعش في جماجم بليون ليرات البلد، فساد مالي وإداري يعش في إدارات حكومية، انتشار الرشوة، ذكاء باطلة العقار، الاكثار من الفتاوى. طيب هنا أيضا يقول الحقارة هنا هي باختصار لعدم القدرة على الإنجاز. يأتي أنا شوف أقول لك هذا المقال بلا مبالغة، وأنت تعرف أني متخصص في المقال. المقال ذا لو شذبته وقطعته إلى جمل اختصر مشاكل البلد في 20 سنة. هو هنا لامس كل القضايا اللي يكتبون عنها الكتاب من 20 سنة، التأمين الطبي، أزمة السكن، أزمة الدراسة، أزمة العلاج، كل هذا اللي ذكروا في حدود أظن 700-600 كلمة كلها قالها أنا حقير. شوف الأدب في خالد، لم يقل لا لم يلوم الدولة، هو قال أني أنا حقير، وهو معروف أنه ما قصده أنه حقير، هو قصده أنه هو ما أخذ حقه. طيب. لكن شوف الأدب تفضل. يستاهل خالد، أتمنى نزحكم بقراءة خالد الفاضلي. راح نروح للكليبات السريعة والفقرات بس بنعلق عليه سريع لأن الوقت داهمنا. نأخذ أول لقطة. Yeah.
بلادي 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 يا الله. شوف يا أخي كيف الوطنية عند الديك. الحقيقة أنه منظر جميل. شوف فطرة الديك الجميلة. إذا كان الديك بهذه الأوائل يسمع الكلام ومرتب ليتنا نقتدي. أنا أقولها بكل بساطة، فلنتعلم من الديك. وصياح الديك ترى جميل ودليل خير، والديك هو المؤذن، لذلك يسمون بعض القرى يسمون الدجاج بنات المؤذن اللي هو هذا الأخ. نعم. طيب نأخذ المقطع الثاني. اللمبة تولع ولا؟ أضرب يدك. شاري عليك يدك. شاري عليك. أضرب يدك. ترى والله العظيم يا قرتك والله يظهر دم. لعبك. انقرط فيها هذا وشي. احنا اللي فهمت يتكلم مع الولد كانه سامر صوت انسان. شوري عليه شوري. طيب شورك عليه ليش تعطيه اساسا انت؟ شوف في أغنية تقول لا تلعب بالنار تحرق صبيعك. أنا أعتقد أن الطفل هذا، شوف يا أخي عدوانية الإنسان، وحتى هو طفل. الضب الحين جالس في حاله مسكين نايم أو شبه نايم، وهذا قاعد يلعب فيه. الضب من جمالياته ومن هدوء، أعطاه 10 فرص يدخل إصبعه في ولا عضه. لما وصلت مع الضب صراحة وصلها لطريق مسدود فعضه وقال راح يشوف الحين لعب لعب ولا رضي بقانونها. شوف التحرش كيف طفل صغير يتحرش بضب. عمرك شفت ضب تحرش بشخص؟ ما في. طيب نأخذ هذا المقطع. ألو. نعم يا حبيبتي. أرسلت لك الطاقة الأمومية سوا تبغي موبايلي؟ خلاص أبشر بنحي، بس ما وريتيني وجهك، ما أرسلتي لي وصايب بكرة. خلاص تبغى موبايلي. يعني طبعا هذا من كيك يعني ما أيه. موجود هذا عشان ما الحقوق يعني. شوف طبعا عشان الخرفنة هو حاط. ايوه شوف لما جينا نتعلم الرومانسيه نتعلمها بالخروف. للامانه الانجليز عندهم مثل انه الانسان لما يكون عاطفي يطلبوه زي الخروف، ولما يكون حذر زي الفار. هو زي الخروف الان ويتكلم عن الجوال وما الجوال، لكنه كان متلبس تلبس الخروف. واحنا تعرف انه من اكبر الحيوانات المسالمه هو الخروف. يعني انا ما عمري شفت خروف اعتدى على خروف او كذا او اجتاح خروف. نعم واكثر شيء ناكله احنا برضه. نعم احنا طيب. نسبه برضه. نعم شفت المقطع اللي قبل اسبوعين. ناخذ مقطع ايضا. والله نحتاج مترجم يا أخي. هم طبعا شكلهم فاهمين بعض، حنا البلهة اللي ما حنا فاهمين شيء. وأنا أعتقد أنه كان يقول له شوف بيتريق علي العرفج وعلي. قال لا يا شيخ والله ما بيتريق، ولا بيتفرج. وقال لا بيتريق. شوف مؤكدين والله ربما. بس أنا عجبني يعني أنه حتى في حدة. بعدين شوف هو مو ما تسمع بس يعلو هو. نعم. وردة الفعل بالفخذ كذا. نعم. عموما أشكرك دكتور أحمد العرفج على هذا الوقت، كنت معنا في عاملة للمعرفة كما عودتنا في كل يوم ثلاثاء. إن شاء الله نلتقي الأسبوع إن شاء الله المقبل. بس الهدايا لا تنسون الهدايا. الهدايا أبشر بها. أبشر أيوة. ولا خلاص. عموما أشكر كل من يخصص وقت لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.